تعالوا دلوقتي نشوف مع حضراتكم تقرير. التقرير ده بيتكلم عن الافتتاح، الليلة الرائعة دي، افتتاح مونديال اليد، وعن صورة مصر المشرفة وتألق منتخب مصر كمان في الظهور الأول ليه. اهتمت الصحف العالمية بانطلاق كأس العالم لليد 2021 أمس الأربعاء، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 من يناير حتى 31 من الشهر نفسه في النسخة رقم 27 من المسابقة للرجال. وأشادت شبكة بي بي سي العالمية بحفل الافتتاح الذي نظمته مصر واستضافتها لبطولة مونديال اليد 2021 في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة والحرص على الاطمئنان على صحة الجميع، سواء من لاعبي المنتخبات المشاركة أو الجهاز الفني لها، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأضافت أن المنتخب المصري لليد نجح في تحقيق انتصاره الأول على تشيلي بنتيجة 35-29 في الجولة الافتتاحية لمونديال اليد. وركزت شبكتا بي بي سي وسكاي نيوز على المواجهة النارية التي تنتظر منتخب ألمانيا أمام أوروغواي في بطولة كأس العالم لليد 2021 في ظل رغبة المنتخب الألماني في تحقيق الفوز بالجولة الأولى. كذلك موقع فوكس سبورت اهتم بافتتاح بطولة مونديال اليد 2021 الذي ظهر بشكل مبهر من قبل المنظمين المصريين رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا العالمي. وأفاد الموقع أن منتخب الفراعنة نجح في تحقيق انطلاقة مثالية بالفوز على تشيلي في الجولة الأولى من مونديال اليد في انتظار باقي مباريات المنتخبات في المسابقة.